فائدة الذين يقولون أن في خلاف أو في إدانة للسقيفة، فائدتهم أنهم يقفزون فوق هذا التراث، يستطيعون أن يقفزوا، خاصة أهل السنة يستفيدون. أو أهل السنة ولا ما يلتفتون لتراث الشيعة والإباضية والسنة، هم بلاءهم في تراث أهل السنة. فإذا قفزوا فوق السقيفة بأنها بعض سياساتها، بعض استدلالاتها مثل حول الإرث، بعض فتوحاتها، بعض كذا، يعني إذا شكوا بدأوا يتحررون من القيد التاريخي إلى البحث وإدانة بعض الأعمال، بعض أعمال السقيفة أو بعض سياساتها أو بعض المعارف أيضا. يعني الآن بالله يجمع القرآن، يكلفون واحد يجمع القرآن، واحد بس، يعني ليش ما في لجنة يعني تجمع؟ ليش؟ ويجلس عند باب المسجد، وإذا أتى شاهدين وعندهم آية دخلها، وإذا ما أوفين نضعها. الطريقة الفنية أنا ما أشكك، لكن الطريقة الفنية ليست يعني أيضا عليها علامة استفهام. طبعا سلم المصحف قبل مكتوبا، أو لكن من الإمام علي طبعا ما حبوا أن يأخذ عليهم هذا، يعني أني أنا أعطيتكم، يعني تعرف الخصومة خصومة، قول لا نحتاج. أتوا بزيد بن ثابت، شاب يعني لا بأس به، لكن اعترض كبار القراء، عبد الله بن مسعود وأمثاله في عهد عثمان طبعا، لو لم يعترض على الجمع الأول، لكن الجمع الثاني أو الكتابة والتوزيع على الأمصار. هذا يريح الباحثين أنه يكون لهم فرصة للاختيار، يعني يكون لهم فرصة للترجيح، للدراسة، لماذا؟ وحتى الأحاديث التي حرقت في عهد أبي بكر، في عهد عمر، وقال أخشى أنه واحد كذب على النبي، طيب ليش ما تأتي اليوم الثاني بهذه الأحاديث وتعرضها على فوق المنبر على الصحابة، من سمع، إذا سمعت أشياء من عدد مقبول واتفقوا على لفظه ثبته ويوقعوا عليه يعني. وإذا شيء شك فيه، هذا مشكوك فيه، إذا شيء مكذوب يقال هذا مكذوب. يعني أنا ما أفهم أني أجمع أنا تراث ويبقى تحت رأسي تحت الوسادة حتى الصباح، وأتقلب على مثل جمر الغضا، ثم أقول والله أخشى أنه كذب في هذا فأقوم أحرقه. طيب هذه سنة الآن، يعني هو إذا لم يصدقوا الذين أتوا بهذا الأحاديث وهم صحابة كلهم، فين عدالة الصحابة إذن؟ إذن هي تنقض نظرية أخرى. طبعا بالاعتذارات أنه حتى لا يختلط بالقرآن وكذا، أيضا ينبغي أن تراجع وينظر إليها، هل فعلا هذا هو العذر؟ هل أليس القرآن يعني مجموعا ومعروفا ويفرق بينه وبين، لماذا أعجز أيضا؟ لماذا انبهر أيضا العرب من القرآن؟ يعني لو كان كأي كلام ما... يعني فأحيانا بعض الحجج تنبيك عن أن هناك عجلة في موضوع ما، سرعة في موضوع ما، تستطيع تقول استيلاء على المعرفة، أنه ينبغي كل معرفة أن تصدر من عندنا، حتى لو وجد عند أبي بن كعب أو علي بن طالب مصاحف كاملة على القراءة الأخيرة، لا نحتاج إليها، نكلف واحد من عندنا. الخصومة خصومة.